أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من الرأي الحر، والذي يخصصه لبلاد الرافدين والتطورات المتواصلة هناك، حيث تتواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية أو قوات المالكي، لأن الحقيقة البعض بات يصر على هذا المصطلح على اعتبار أن هذه القوات لا تمثل العراق البلد الواحد الموحد، هي قوات تنحاز للمالكي وتنحاز لفئة معينة. إذن هذه الاشتباكات مستمرة بين هذه القوات والميليشيات التي تساندها من جهة، والمسلحين من جهة أخرى في شمالي العراق، مما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، فيما توعد رئيس الوزراء نور المالكي من وصفهم بالسياسيين الخونة والعسكريين الخونة أيضا، وذلك بالتزامن مع سيطرة المسلحين على مدينة تل عفر بمحافظة نينوى. في بغداد أعلن أمس عن تشكيل مديرية الحشد الشعبي، هكذا أسميت، بهدف تنظيم عملية التطوع الشعبي، إذا كان صح أن نسميه تطوع، الحقيقة هو تجيش طائفي صرف، بناء على الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني بما سماه الجهاد الكفائي. أنا شخصيا لم أسمع بمصطلح الكفائي، لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، هو هكذا يقول، وإن كان كل العراقيين من نتصل بهم يقولون هذه فصائل مشكلة من عدة أنواع تشارك في هذه الثورة وهذا القتال، وتنظيم الدولة إن وجد فهو جزء بسيط من هذا الحراك الواسع. بدورها طلبت كتل سنية بتوضيح مفهوم الجهاد الكفائي، وطالب ائتلاف العربية الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء صالح المطلق في بيان، طالب المرجعية الشيعية بإيضاح ما صدر عنها، حيث أن دعوة الجهاد التي أطلقتها المرجعية ضد ما أسمته بالإرهاب قد فسرت من قبل البعض على أنها جهاد ضد أبناء السنة. في الأثناء أفادت مصادر محلية بأن المنطقة الواقعة شمال مطار بغداد الدولي شهدت اشتباكات عنيفة، فيما استهدفت عدد من قذائف الهاون المبنى الرئيسي للمطار دون أن يتم التأكد حتى الآن من حجم الأضرار. كما لفتت المصادر إلى أن المطار يشهد إجراءات أمنية مشددة مع أنباء عن إلغاء رحلات جوية. يأتي هذا في وقت أعلن فيها أبو عبد النعيمي الناطق الرسمي باسم ثوار العشائر العراقية في اتصال معها عن بدء تقدم ثوار العشائر باتجاه بغداد، وجاء إعلان أبو عبد النعيمي عقب اجتماع عقده القادة العسكريون للثوار كما قيل على مشارف بغداد. وطبعا في ظل هذه التطورات التي ذكرناها بأن مسلحي العشائر والثوار مجتمعين سيطروا على تل عفر التي تعتبر مدينة رئيسية للتركمان في شمال غرب العراق بعد قتال وصف بالعنيف، معززين قبضتهم على الشمال. وأفاد سكان محليون بأن مدينة تل عفر سقطت في أيدي المسلحين بعد معركة شهدت سقوط العديد من الضحايا من الجانبين. الحقيقة أجواء الحرب هذه فرضت نفسها في العراق مع تدفق آلاف المتطوعين من المحافظات الجنوبية إلى بغداد حاملين أسلحتهم استجابة كما قلنا لفتوى آية الله علي السيستاني، بينما قال التقرير أن نحو 2000 من القوات الإيرانية، ركزوا معي على هذا الخبر، 2000 من القوات الإيرانية دخلت إلى محافظة ديالى العراقية. دائما الذريعة هي داعش لمواجهة قوات داعش، هم لا يعترفون بأن هناك ثورة وهناك طيف واسع من الثوار والمسلحين وغيره، يقولون الإيرانيين يقولون بأن داعش تريد السيطرة على العاصمة، عاصمة المنطقة بعقوبة. على كل حال الجيش الإيراني أعلن عن أنه على استعداد تام، وينتظر الجيش الإيراني ينتظر أوامر المرشد الأعلى اللي هو علي خامنئي للقيام بعمل عسكري في العراق. يعني مرجعيتهم دائما علي خامنئي، إذا قال لهم علي خامنئي يروحوا للمريخ يروحوا، لا يروح قلبي، هذه العراق بلد مستقل. لا، الجيش الإيراني قال لك أنا أنتظر الأمر من المرشد الأعلى بالدخول أو عدم الدخول في العراق. وفقا لموقع انتخاب، فإن العميد كيومرث حيدري نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال في مؤتمر الصحفي له أنه بدأ التسجيل في مراكز للمتطوعين الذين يريدون الذهاب للقتال في العراق. هذا الأمر أنا أتحدث على إيران وليس على جنوب العراق يا جماعة، هذا الأمر في إيران، هناك أيضا تسجيل المتطوعين في أنحاء مختلفة من إيران، حيث سجل آلاف المتطوعين أسماءهم حتى الآن تحت شعار الدفاع عن المراقد الشيعية في العراق. كل هذا التجيش الإيراني
والتجيش ايضا السيستاني ان صح نسمي كذلك، لانه علي السيستاني هناك من يعيده الى ايران في النهايه، هناك من يقول بانه اصوله ايرانيه. في الاثناء ايضا هناك تجيش امريكي، السفينه الامريكيه ميسا فيردي دخلت مياه الخليج وعلى متنها 550 من مشاه البحريه لدعم اي نشاط امريكي محتمل لمساعده الحكومه العراقيه في محاربه من يسمون مسلحين سنه بين ظفرين سيطروا على مناطق شاسعه في شمال العراق. تنضم السفينه الى حامله الطائرات جورج دبليو بوش التي امرت وزاره الدفاع الامريكيه يوم السبت بان تتحرك الى الخليج. ياتي هذا ايضا كما قلنا في ظل ما ذكره مسؤول امريكي كبير ان اداره الرئيس باراك اوباما تفكر في احتمال اجراء محادثات مع ايران، محادثات امريكيه ايرانيه بشان الازمه المتصاعده في العراق، فيما سيعد هذا خطوه كبيره في ارتباط الولايات المتحده مع ايران خصمتها او خصمها منذ فتره طويله. نذكر هنا بان الرئيس الايراني حسن روحاني قال في مؤتمر صحفي ان ايران يمكن ان تفكر في التعاون مع الولايات المتحده. ما عاد في الشيطان الاكبر ولا الاصغر الان، لا هناك حلف. يا سيدي حتى نكون دقيقين، هناك بوادر حلف ايراني امريكي. التعاون اذا مع الولايات المتحده، الكلام هذا لايران لاعاده الامن للعراق اذا واجهت واشنطن جماعات تصفها بالارهابيه في العراق وفي اي مكان اخر. العراق بين فتوى السيستاني وتصلب المالكي والتهديد الايراني الامريكي وبوادر التحالف بينهما، اي مصير ينتظر العراق؟ الثوار إذن يسيطرون على المزيد من المدن، يتقدمون نحو بغداد. قيادة المالكي ومعقله بالمنطقة الخضراء قد تكون في مرمى الثوار أو المسلحين في أي لحظة. السيستاني يصدر فتوى تدعو أتباعه لحمل السلاح، وبوادر كما قلنا تحالف إيراني أمريكي للتعامل مع المستجدات في العراق ومناطق أخرى. أما المالكي فبدل أن يستقيل لفتح الباب لإيجاد حل كما يقول الكثيرون، يزداد الرجل صلابة بل ويهدد ويتوعد. أي أفق وأي مصير ينتظر العراق؟ هذا هو موضوعنا، لمن يود أن يشارك معنا بالرأي والتعليق. ضيفي في البداية السيد أحمد الجبوري، وهو قائد ميداني، قائد ميداني، أؤكد على هذه الكلمة، قائد ميداني في الجيش الإسلامي، ينضم إلينا من العراق من أطراف تكريت. سيد أحمد الجبوري مساء الخير. يعني لو بدأت معك لو سمحت، بما أن قائد ميداني، أن تعطيني الصورة على يعني إلى أي أماكن بالضبط بالدقة المتناهية أين تمدد المسلحون أو الثوار سميهم ما شئت، وكيف تصف المعارك في تلك المناطق الآن؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ناصر المؤمنين الصابرين، الحمد لله عزم الظالمين المتجبرين. بداية أخي العزيز اسمح لي أن أهنئ أهلنا في المناطق المحررة بالأمن والأمان الذي افتقدوه منذ وطأة أقدام المحتل أرض بلادنا. أخي العزيز، بغض النظر عن كل تحليلات المحللين وكل تضارب مصالح العاملين في المنطقة من 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 مخابرات ومن أجهزة استخبارية تعمل لخلق حالة معينة، ما يجري في العراق اليوم هي ثورة شعب عانى الأمرين خلال 10 سنوات الماضية. فقد سامت هذه الحكومة أبناء شعبنا سوء العذاب، الأمر الذي أدى بنا إلى أن لا إلا أن ننتفض وأن ننفض عنا غبار الذل والهوان الذي عانينا منه خلال هذه الفترة المنقضية. فقد استباحوا أموالنا وقتلوا أطفالنا واغتصبوا نساءنا، السجون تزج ومليئة بشبابنا ورجالنا فقط من المكون السني. لا يوجد شيعي يسجنون فقط لقضايا جنائية أو جرائم مدنية يعاقب عليها القانون المدني. أما أغلب المسجونين هم من أهل السنة، بالإضافة إلى قضم للأراضي السنية، تهجير منظم ومنهج. يوميا نسمع عن عشرات بالمئات العوائل تنزح من ديالة، من سامراء ومحيطها، من حزام بغداد الجنوبي اللي هو بغالبية سني. هذه الحكومة أخي العزيز لا نعترف بشرعيتها. كنا ولازلنا نتحدث عن رضوخ العراق لاحتلالين، احتلال امريكي. طيب يعني هذا الكلام سيد جبوري، هذا الكلام قيل كثيرا، دعنا الان في مستجدات الوضع على الارض. هل لي ان اسالك باسباب هذا النجاح السريع الذي حققتموه على الارض وبشكل مذهل اذهل الجميع؟ لماذا؟ لضعف الطرف الاخر ام لتنظيم ربما وتخطيط منذ شهور؟ انا جايك.
هذه الأسباب هي التي دفعت بالنتائج إلى ما عالت إليه. أسباب موضوعية كثيرة دفعت بها للسنة أن يرصوا الصفوف وأن ينتظموا وأن يعملوا خلال السنوات الماضية على احتراق المؤسسة العسكرية من خلال بعض مفاصلها الوسطى، لم أتحدث عن مفاصل العليا لأن المفاصل العليا كانت بيد المتطرفين الشيعة والمرتبطين ارتباط مباشر مع السيد نور المالكي. الأمر الذي سهل علينا مهمة، طبعا وكانت هناك مصطلح العراقيين يعرفوه جنود الفلح، أي أن هناك جنود لا يداومون لا ينتظمون في الواجبات، يدفعون رواتبهم، بحيث أنك إذا نظرت نظرة شمولية للمؤسسة العراقية فإن موجودها على الورق 1,000,000 جندي بكل صنوفها، على أرض الواقع لا يوجد أكثر من 200,000. لماذا؟ لأن الضباط الفاسدين الموجودين في المفاصل الوسطى واللي كنا نحرضهم وندفعهم دائما باتجاه ونتعامل معهم كنا نتعامل معهم وعقدنا اتفاقيات مع كثير منهم ومراء أفواج قادة ألوية أنه أنتم محاطين بمناطق سنية وأن التنظيمات تعمل جاهد الليل نهار وأنه أنتم في ساعة صفر تستلمون أوامركم بحيث أنكم تتركون سلاحكم في المناطق لأن هذا السلاح. يعني سيد جبوري لتوضيح هذه النقطة، يعني أنت تؤكد الآن أن هناك قواطع في الجيش العراقي تعاونت معكم لحصول هذا الانهيار السريع الذي حصل. هو ليس تعاون بمعنى التعاون رغبة منهم، خوف، هم محاطين بفصائل سنية. الفصائل السنية أخي العزيز لم تتوقف عن العمل، هناك حاضنة شعبية. طبعا الظلم والاضطهاد لم يكن فقط على الفصائل وابناء الفصائل، كان على كل الناس، على كل المجتمع السني. طيب. الأمر الذي يعني سهل لنا المهمة، هذا من الناحية يعني كنتائج أدت إلى الانهيار السريع. طيب جميل، حتى نستفيد من وجودك معنا سيد جبوري، يعني فيما يتعلق بالتشكيل هذا الطيف الواسع من المسلحين أو الثوار، أعطينا بعض الأسماء وبعض التلوينات، لأن الحقيقة الإعلام الذي نتابعه ويصلنا من هنا وهناك وبعض المراسلات ركزت كثيرا على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصارا بداعش. ما هي التشكيلات التي تشارك الآن في العمل المسلح على الأرض لو سمحت؟ أنا أستغرب من اختصار المشهد العسكري اللي حدث والنتائج الباهرة بداعش في الدولة الإسلامية في العراق والشام. هذه نظرة سطحية للواقع، المسألة أعمق من داعش. كانت هناك خطة استنزاف جيش المالكي على أطراف الفلوجة والرمادي بحيث أنه بدأ يسحق قطعات من الموصل، يسحق قطعات من تكريت، يتخلخل الأمن في هذه المناطق. طبعا تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية نحن لا ننكر وجودهم، موجودون، لكن الجهد الأكبر اللي يمثل أكثر من 70% هو لأبناء الفصائل مثل الجيش الإسلامي، مثل كتاب ثورة 20، مثل رجال الطريق النقشبندية، مثل جيش المجاهدين وفصائل أخرى، بالإضافة إلى ناس متطوعين بالعشرات. اليوم نحن نعاني من تسليح آلاف المتطوعين، ولكن العمل الخطة هذه كانت خطة مشتركة وفق اتفاق استراتيجي أم ماذا بالضبط؟ كيف وقعت؟ يعني نريد أن نعرف. يعني كانت هناك اتفاقات على مستوى القادة الميدانيين بضرورة التحرك لأن المسألة مصيرية. أخي العزيز الميليشيات ذاقتني المر. أنا أستغرب يعني من بعض الإخوة من محللين سياسيين يطرحون مسألة الدولة العراقية وكأن الحكومة العراقية حكومة شرعية. الحكومة الشرعية تستمد شرعيتها من تمثيلها لكل مكونات الشعب. أين نحن من العملية السياسية؟ أين نحن؟ طيب أين التمثيل النسبي الحقيقي في العملية السياسية؟ هذه الحكومة اللي ترأسها، تسمح لي، هذه نقطة مهمة جدا. هذه الحكومة اللي ترأسها نور المالكي هي حكومة الشيعة أخي. واليوم الفتوى التي فتى بها المرجع الديني الأعلى تبعهم هي فتوى لتجييش الشيعة للدفاع عن حكومتهم الشيعية في دولتهم العراقية. ولكن الشيعة هم إخوانكم سيد يعني جبوري، وهم جزء من هذا العراق. لا، نحن لا ندعو إلى قتلهم ولا ندعو إلى إقصائهم. بالعكس، نحن دعاة مشروع بناء دولة عراقية حقيقية يكون التمثيل فيه بنسب متوازنة حقيقية. طيب يعني لماذا ينحاز السيستاني إلى المالكي ولا ينحاز إلى حل توافقي ربما يجمع عليه الجميع؟ على الأقل وفق ما يبدو من هذه الفتوى. أين السيستاني وفتوته من الجهاد الكفائي عام 2003 حين دخلت القوات الأمريكية العراق؟ ألم يفتي بعدم جواز قتال الأمريكان؟ أين عمار الحكيم وحمله للبندقية ولبسه للزي العسكري عام 2003 ليدافع عن شرف العراقيات من الشيعيات قبل السنيات؟ اليوم يحمل البندقية عمار الحكيم وغيره من القادة السياسيين، هم سياسيون
لماذا تجيش وهذا التجيش؟ ما نحن لا نريد استهداف الشيعة كشيعة، نعاني من اضطهاد الحكومة الشيعية. هذه الحكومة لا تمثل الشيعة كشعب شيعي ولا تمثلنا كسنة، وإن كان فيها يعني بعض السنة ممن يعني ممن انساقوا وراء المشروع الإيراني في المنطقة. أخي العزيز، نحن دعاة إقامة نظام متوازن في العراق يقوم على أساس الفيدرالية، بحيث أن أهل السنة في العراق يأخذون نصيبهم من الدولة العراقية ومن خيرات العراق، ولا ندعو إلى قتل الشيعة أو تهميشهم أو تهجيرهم. اليوم ما حدث في تل أحفر، أنت تسمع يعني الأحداث في تل أحفر، أخي لم يقتل إلا من يعني رفض التخلي عن سلاحه. يرفض يعني. طيب جميل، ما دمت ذكرت يعني لم يقتل إلا من حمل ضدكم السلاح وتصدى لكم. يعني الحقيقة بعض وسائل الإعلام بثت صور، ولا أدري يعني حتى هناك ربما تنظيمات تبنت هذا الأمر، إعدامات قالوا بأنها إعدامات بالجملة قام بها تنظيم داعش. الحقيقة بعض يعني وسيلة إعلام غربية هنا كذبت هذه الصور وقالت أنه هذه صور مفبركة وأعطت بعض الدلائل، ولكن بعض وسائل الإعلام ما تزال تسوق لهذا الأمر. هل لك تعطينا يعني مسألة دقيقة فيما يتعلق بالجبهات؟ هل هناك أمر بعدم قتل أي جندي والرفق بالناس وحتى إطلاق ربما سراح بعض الجنود وتركهم أن يعودوا إلى بيوتهم؟ هل هذا الأمر منهجي ورسمي يعني بالأوامر لديكم، أم هي بالعفوية المسألة؟ أخي العزيز، المسألة تجري على مستوى عالي من الدقة، حتى المنشآت النفطية لم نتعرض لها، مصالح الناس لم نتعرض لها، المستشفيات عامرة، نحن بناة حياة، طلاب حرية، علينا الأمرين. من كان مظلوما لا يظلم. هؤلاء جاءونا بحقد أسود، حقد على كل شيء هو عربي وسني. أنا أسأل سؤال، منذ عملية تحرير المناطق السنية من الحكومة الشيعية، حكومة الطائفة الشيعية، واليوم من هذا، هل سمعت بانفجار مفخخ في المناطق السنية؟ وعثرنا على معامل في معسكر الغزلاني في الموصل لتفخيخ السيارات ولصنع المسدسات الكافية من الصوت. عثرنا على دهاليز وحررنا سجناء من دهاليز، ظهورهم كلها علامات تعذيب وعلامات كيد النار. أنا طيب. أحب أن أوصل رسالة إلى الشيعة في العراق. الدستور العراقي بوضعه الحالي ذكر أن العراق دولة اتحادية فيدرالية. ما علاقة ابن الديوانية بأمن كركوك؟ ما علاقة ابن الديوانية بأمن تكريت؟ ما علاقة ابن الناصرية بأمن الموصل؟ لماذا لا يخدمون في مناطقهم؟ لماذا الأكراد يخدمون في مناطقهم؟ ولماذا الشيعة يخدمون في مناطقنا؟ لا نريد منهم أن يأتوا، ما هي هذه دولة المواطنة وليست دولة الطائفة سيد جبوري؟ يعني أنت تنقل ربما العراق إلى منطق جديد بالطريقة هذه. المواطن كان سني أو شيعي أو غيره، يعني يذهب ويعمل في أي مكان في 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 بلده. نحن لسنا ضد حرية التنقل. نعلم أن حرية تنقل من حرية العمل وحرية تسهيل العبور. لا ندعو إلى قطيعة مع الشعب الشيعي، لا ندعو إلى قطيعة، لكن هؤلاء ميليشياوين أخي. ارجع إلى التقارير التي تثبت لك اندماج الميليشيات في الجيش العراقي عند تأسيس. طيب، بإمكانك التركيز ربما التركيز سيد جبوري على الحس الطائفي لدى هذه القوات، وليس لماذا ينتقل هذا الشيعي هنا ولا ينتقل هناك. على كل حال، فيما يتعلق بمطلبكم الآن، يعني القوات، وربما تصححني، هناك حديث عن أنه القتال الآن وصل إلى أطراف مطار بغداد، وهناك حديث ربما بغداد ستكون بوصلتكم أو وجهتكم القادمة في الساعات أو الأيام القليلة القادمة. إذا رحل المالكي الآن، هل هذا يحقق مطلبكم ويوقف المعركة، أم أنكم لن تتوقفوا إلا في بغداد وما بعدها؟ يعني والضمان في رحيل المالكي أن الحقوق ستسترد. كانت جعفر أيضا يظلمنا، أصرينا من خلال السياسيين ومن خلال السياسيين الكرد على تغييره. جاء المالكي وإذا به يفتك بنا أكثر مما فتك جعفر. القضية في العملية السياسية بنيت على أسس طائفية، جعلت السنة 17% وهم أكثر من 50%، اعتمدت نسب تعداد سكانية تخمينية. أخي العزيز، يعني أعطيت محافظة الأنبار 16 مقعد في مجلس النواب وسكانها 1,600,000، يعني وأعطيت محافظة الديوانية لسكانها 600,000 16 مقعد، بمعنى حسبت 1,600,000. هذا الفرق خلاك مهما تنظم ومهما تدعو إلى حل سلمي سياسي، بالنتيجة النهائية الناس الذين يصلوا إلى البرلمان هم من الطائفة الشيعية ومن الأحزاب الشيعية
التي لا تؤمن بالدولة القطرية. طيب لم تجبني على سؤالي، إذا لن تتوقفوا حتى لو استقال المالكي الآن؟ لن نتوقف حتى، نحن نريد تغيير العملية السياسية تغييرا جذريا دون ظلم الشيعة، تغييرا جذريا. نتفق مع عقلاء الشيعة على عملية سياسية جديدة كما فعلوا عام 2003 وقلبوا الطاولة، بحيث أنهم يعني العراق كان منسجم اجتماعيا قبل 2003، جاءوا بهذه المحاصصة الطائفية وبندوها بالدستور. طيب هناك من يتساءل، وعلى ذكر لن نتوقف هنا، يعني أنه وكأنه قد نتوقع إذا دخولكم إلى بغداد قريبا، ولكن من منطلق عسكري هناك من يوجه لكم النصيحة إن صح التعبير بين ظفرين، ماذا تنتظرون؟ يعني لأن الأمريكا تجيش لديها قوات الآن وصلت، وإيران أيضا تعد قواتها على الحدود، فأفضل لكم ربما أن تصلوا قبل أن يصلوا كما يقول البعض. أنا أسألك بالله، أسألك بالله، أنطيني معركة في العصر الحديث حدث بها هذا التقدم خلال يومين أكثر من 400 كيلو متر مربع تحرر. أنطيني معركة في العصر الحديث. نحن لم نتأخر، ما زال الوقت بيدنا، عنصر المباغتة معنا، اختيار جبهة القتال ومحاور القتال نحن المبادرون. الحكومة اليوم في أضعف حالها. العمليات الآن في منطقة إبراهيم بالعلي وهي مقابلة للشعلة، مطار بغداد يعني قد يبعد عن بغداد بضعة كيلوات، لكن بن علي هي محاذية لمنطقة الشعلة الشيعية. هناك محور قادم لا محال خلال 48 ساعة القادمة باتجاه منطقة أبو غريب بعد تصفية مدينة الرمادي بالكامل. الآن تحدث مفاوضات على فكرة في مدينة الرمادي مع بعض الأفواج ممن يريدون تسليم أنفسهم، كذلك في منطقة العراقيين يعرفونه المقر الفيلق الثاني في دياله، وكان معسكر المجاهدين خلق. هناك مفاوضات حثيثة، مع العلم أنه احنا سمعنا تدخل القوات الباسيج عن طريق خانقين. نعم. طيب ماذا أنتم فاعلون فيما يتعلق بهذه القوات إن صح دخولها؟ يعني هي موجودة أصلا، يعني موجودة وكانت تشرف على بعض العمليات يعني في الأيام الطبيعية قبل الانتفاضة السنية. كانت موجودة وتدير بعض العمليات الاستخبارية وتدير نقل بعض المقاتلين إلى سوريا، كانت تنظم وأيضا تنفذ بعض عمليات الاغتيال داخل بغداد وداخل ديالة، وكانت تشرف على عملية التهجير. هي موجودة الميليشيات الإيرانية على كل حال. السليماني اللي هو قائد فيلق القدس منذ أيام قيل بأنه وصل إلى بغداد، موجود. هذا يأتي يعني بصفة دورية يعني ويلتقي بالسيد المالكي لأنه هو عامله في العراق. بس احب اعاقب على قضيه السيستاني والفتوى اللي صدرت بخصوص الجهاد الكفائي. يعني مفهوم الدوله في العصر الحديث تاسس على اساس انه الفصل بين الدين والدوله. حلو. وجاءت امريكا للعراق بهذا المفهوم، ومع العلم هذا المفهوم كان معمول بالعراق، لم يكن حزب البعث حزبا دينيا. واذا بجميع النظريات وجميع القيم والتقاليد الاوروبيه والغربيه يعني تذهب أدراج الرياح، ويصير اتفاق مع متطرفين الشيعة، واليوم المرجعية بكل القنوات المرجعية الشيعية، والسيد نور المالكي يقول نحن يعني طوع أمر المرجعية. ما علاقة المرجعية الدينية بالعملية السياسية وبالحكومة وبتثبيت شؤونها وبدارتها؟ طيب هذا دليل أخي العزيز أنه العملية السياسية في العراق عملية طائفية. طيب حتى أختم معك سيد جبوري، حتى أختم معك ونستشرف ربما من خلال هذا الحديث ما الذي سيحصل في الساعات أو الأيام القادمة. هل تتوقعون معركة صعبة في بغداد؟ وهل اتصل بكم أحد القيادات العسكرية أو الأمنية فيما يتعلق بالعاصمة، ربما تفاوضا أو لا أدري أنا بأي طريقة، سرا أو علنا؟ نعم. لحد الآن لا يوجد من موجودون، يعني تدري هو يمارس عليهم شتى أنواع الضغط. الآن يجي وقد يهددهم بالعصائر، عصائر أهل الحق تقف وراء الجنود تمارس عمليات الإعدام للهاربين، هذا موثق. فلا يوجد مفاوضات، لكن في حالة دخولنا، لأن احنا جربناه أثناء ما تصل المسألة إلى أطراف الفوج أو اللواء أو الفرقة، يعني هم يبادرون بالتفاوض وتسليم السلاح، وبل تصبح الدشداشة اللي هو الزي العربي أغلى شيء على نفوسهم، فقط يريدون الدشداشة وتسيير عملية الخروج. احنا إن شاء الله أكو تنسيق وخطة يعني على محور بغداد الغربي والشمالي في الأيام القادمة إن شاء الله. طبعا أنا أتكلم معك الآن والعمل يعني مستمر، لا يوجد توقف.
بالنسبه لسامراء اخي العزيز، هذه نقطه مهمه، دليل انه احنا مو طائفيين. لو كنا طائفيين لركزنا على جبهه سامراء تركيزا قويا. جبهه سامراء لحساسيتها تركناها خلفنا. وهذه رساله للشيعه، للعقال الشيعه، هؤلاء الذين يرسلون ابنائهم الان الى مراكز التطوع. اكو جيش عراقي، واكو مؤسسه حكوميه، واكو وزير دفاع، واكو قائد عام للقوات المسلحه. شنو علاقه الجامعات اليوم بتطويع الشباب؟ الجامعات اليوم تعمل ليل نهار على تطويع الشباب وتجنيدهم وتحميلهم للسلاح، هذا يقتل راسا ويصورونه ويقول لك الارهابيين قتلوه. هو هذا مدني، انت ليش تزج بحرب اهليه؟ طيب ما هذا من واجبكم ايضا ان تكونوا حاضرين دائما في الاعلام لاظهار الصوره على الاقل، او وجهه رايكم في ما يجري. اختم معك بسؤال وارجو بعجاله ارجوك، يعني هذه الثوره وهذا العمل المسلح الذي تقومون به، تقول بانه مراقب بدقه وهناك قيادات وهناك مراكز عمل وغيرها وضمانات ايضا للحريه وحقوق الناس وعدم التعدي على هذا الطرف او ذاك، ولستم طائفيين كما قلت، ولكن ادانكم البعض، ربما تركيا ربما موقفها وصف بانه ايجابي في هذا الربيع العربي وفي هذه المرحله، وعلاقاتها كانت طيبه مع كل الشعب العراقي، لماذا تم اختطاف او اعتقال القنصل التركي؟ وهل هناك جهود لاطلاق سراحه وتامين اطلاق سراحه مع من معه؟ بالاصاله عن الفصيل الذي انتمي له، نحن لم نخطف وعلاقاتنا طيبه، لم نخطف القنصل التركي، ونتمنى الى السلامه ونتمنى الى العوده الى اهله سالم معافى، هو وفريقه ممن كانوا معه. اكيد هناك يعني هناك فصائل يعني عندها سياساتها الخاصه، قد تكون علاقتها سيئه مع تركيا، لكن يجب ان اطمنك نحن نعتبر تركيا، كل الفصائل السنيه تعتبر تركيا حليفا استراتيجيا، ولا اظن ولا اعتقد انه سيتم التعدي على القنصل التركي الذي اختطف او يعني هو قيد الحجز في الموصل. بل نحن نعمل جاهدين، يعني التواصل مع الاخوه الذين احتجزوهم، هناك اكثر من خط للتواصل معهم. من هؤلاء عفوا اذا كان امكن ان تقول لنا ذلك؟ بالنسبه للقنصل التركي، يعني الاخوه في تنظيم دوله العراق والشام الاسلامي هم من اختطفوهم او احتجزوهم. ما هي ذريعتهم في ذلك اذا كان تواصلتم معهم؟ اعتقد عندهم بعض المعتقلين، اظن عندهم بعض المعتقلين في تركيا من بعض قياداتهم، فالقضيه قد تتعلق بمساله مساومه او تبادل ولكن اذا كانوا يزعمون بانهم ايضا ضمن هذا التيار الواسع والطيف الواسع من التيارات الإسلامية، هل يجوز اعتقال بريء لتبادله بشخص آخر؟ على كل حال، هل وعدوكم بشيء يطمئن على الأقل حتى لمن يتابعنا الآن لإطلاق سراحه قريبا؟ والله يعني 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 وعود لحد الآن ماكو، قلت لك بس، لكن نعمل على إطلاق سراحه، نعمل جاهدين ليل نهار، ونحثهم وننصحهم انه هذا الأخ بالتالي هو دبلوماسي، وتدري الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة وهم بعيدين كل البعد عن الصراعات اللي تصير بين البلدان، وهو ايضا يعني هو رجل يعني كان متعاون جدا مع اهل السنه في الموصل، وكان يسهل عمليات سفر المرضى وغيرها وغيرها. وتركيا احنا نعتز بمواقفها دائما، كانت حاضنه لاهل السنه. اشكرك سيد. احنا من خلال قناتكم ايضا يعني نناشد الاخوه في تنظيم دوله العراق والشام الاسلامي ان يتعاملون معهم بكل انسانيه وان يحررونهم باسرع وقت ممكن. السيد احمد الجبوري القائد الميداني في الجيش الإسلامي، كنت معنا من أطراف تكريت بالعراق، شكرا جزيلا لك، وأعتذر من مشاهدي الأكارم للإطالة، لأن الحقيقة ليس من السهل أن تصل إلى قائد ميداني الآن في العراق في ظل هذا الذي يجري هناك.